ماذا تعرف عن منظمة إيتا الباسكية؟ منظمة وطن الباسك والحرية المعروفة اختصارا باسم إيتا هي منظمة إسبانية مسلحة تشكلت من طلبة غاضبين وسعت منذ نهاية خمسينيات القرن العشرين إلى انفصال إقليم الباسك عن إسبانيا وتأسيس دولة مستقلة. تأسست منظمة وطن الباسك والحرية المعروفة اختصارا بإيتا في 31 جويلية 1959 في منطقة الباسك الواقعة على الحدود بين إسبانيا وفرنسا. رسخت أرضيتها في مؤتمرها الأول في دير بيوك في فرنسا، وصفت نفسها بكونها حركة ثورية باسكية للتحرير القومي، وانتهجت العمل السري والثوري عبر الكفاح المسلح. بنت إيتا عقيدتها على 3 أسس: أولها الدفاع عن اللغة المحلية والعرق الباسكي، وثانيها معاداة ومقاومة الإسبانية، وثالثها العمل على استقلال بلاد الباسك التي تضم مقاطعات ألابا وبيثكايا وجيبوذكويا الإسبانية، ولابوردي ونافارا السفلى وثوبيروا الفرنسية. قامت بأنشطة مسلحة واختطافات، وكانت أول عملية مسلحة تقوم بها في 18 جويلية 1961 هي استهداف قطار يقل فريقا من أنصار الجنرال فرانشيسكو فرانكو الذي حكم إسبانيا في الفترة ما بين 1939 و 1975. اغتالت إيتا سنة 1968 مدير مكتب المخابرات الإسبانية في مدينة سان سيباستيان في إقليم الباسك ميليتون مانتاناس، وفي سنة 1973 اغتالت رئيس الوزراء الإسباني لويس كاريرو بلانكو بسيارة ملغومة في مدينة مدريد. تلتها تفجيرات سنة 1974 في المدينة نفسها. أنشأت إيطا سنة 1978 جناحا سياسيا باسم هاري باتاسونا، دون أن يمنعها ذلك من الاستمرار في عملياتها العنيفة والمسلحة، حيث كانت بداية الثمانينيات أكثر السنوات دموية في تاريخها. سجلت فيها مقتل 118 شخصا. أدرج كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية المنظمة على لائحة المنظمات الإرهابية، فيما أعلنت المنظمة من جانبها وقف عملياتها العسكرية مؤقتا سنة 1989، ودخلت في مفاوضات مع الحكومة الإسبانية. عادت إيتا سنة 1991 إلى العمليات المسلحة، واستهدفت بمحاولة فاشلة الملك خوان كارلوس سنة 1995. وبعدما فشلت مفاوضاتها مع الحكومة سنة 1999، صعدت من عملها المسلح سنة 2001 ونفذت 16 عملية راح ضحيتها 11 شخصاً. أعلنت في 22 مارس 2006 وقف إطلاق نار دائم كمرحلة أولى لبدء مفاوضات جديدة مع الحكومة الإسبانية للوصول لحق تقرير المصير لبلاد الباسك. كما أعلنت في 20 أكتوبر 2011 تخليها النهائي عن العمل المسلح بكافة أشكاله. اعتقلت إسبانيا بمساعدة فرنسا عددا من زعماء منظمة إيتا، منهم إيزاس كونليسكا في أكتوبر 2012 في شرق فرنسا، وإيبون جوخياس كوشيا الذي يعتقد أنه زعيم الجناح العسكري للمنظمة في شمال فرنسا. جددت سنة 2012 الإعلان عن استعدادها للتفاوض والدخول في حوار مباشر مع الحكومتين الفرنسية والإسبانية، تمهيدا لحل نفسها بعد 40 سنة من العمل المسلح. لكن الحكومة الإسبانية قابلت ذلك بالرفض، وأصرت على اعتبارها منظمة إرهابية وطالبت بحلها دون شروط. وفي 8 أبريل 2017 أعلنت إيتا تسليمها مخازن أسلحة إلى السلطات الفرنسية، وقال رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك برنار كازنوف إن المتفجرات والأسلحة التي كانت على الأراضي الفرنسية بلغت 3.5 طن. ووصف وزير الداخلية الإسباني خوان إغناسيو ثيودو تسليم إيطا الانفصالية أسلحتها بأنه استعراض إعلامي، وقال في تصريح متلفز: ينبغي على إيطا أن تعتذر للمتضررين بسبب أعمالها وتحل نفسها بدلا من استعراض إعلامي، معتبرا أن المنظمة تسعى من خطوتها إلى تحقيق مصلحة سياسية بعد هزيمتها. وأضاف ثيودو أنه على الإرهابيين عدم انتظار حسن نية من الحكومة الإسبانية. وذكر مراسل الجزيرة في مدريد أيمن الزبير آنذاك أن مصادر تتحدث عن وجود مفاوضات بين الحكومة القومية في إقليم الباسك وبين الحكومة المركزية في مدريد لطي هذه الصفحة بشكل نهائي.